وسهلا فيك وأهلا وسهلا فيك إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج آيات وعجائب اللي بده يعمل معنا الرب اليوم. آيات ما سمعنا فيها ولا حلمنا فيها، آيات عظيمة تطن لها الأذان مثل ما إجيني هلأ إيميل هلأ بريلكم إياه، ولكن مسرور جدا جدا كمان أنه معي الأسيس جابي العواد. أهلا وسهلا أسيس، كيفك؟ اللي الرب عمل معه معجزة أقامه من الموت، وكان عم بيقول لي 3% فقط من يلي مرق فيه قالوا له الحكمة بيعيشوا، ولكن الرب أحياه لأنه عنده خدمة بده الرب يتمم مقاصده بالأرض. ونتنبأ عليه 120 سنة صحة وغنى ومجد عليه، عليكم علينا جميعا، عمرته وولاده، على كل المنحبهم ومنفكر فيهم كمان، أمين. فبدنا نحكي اليوم عن الرب الله ضابط الكل. هذه عنوان هو نقيه لأن الرب كلمه بهذه الكلمات، الله ضابط الكل. فمسرورين أنه معنا ونسمع كيف الرب عمل معه هالمعجزة وأنقذه من الموت وشفاه. أسيس نحن مسرورين أنت معنا، ونحن من زمان كنا بدنا إياك تكون معنا. نشكر الله أنه مؤخرا زبطت، فنشكر الله على هالشي. أمين. خبرني شوي شو صار معك وكيف صار معك، قلي. خيري، أنا كان قبل ما يصير معي هذا المشكل كنت صلي فترة عم بتأمل بآية من التمادات، إذا تسمح لي أراها. تفضل. من رسالة كورنثوس الثانية الصح السادس والعدد 18. طبعا هو كان يعني هي كان عم يحكيون عن أو عم يحكي، إذا بدك إذا بتحب نقرأ من عدد 16، بقولوا أية موافق لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي كما قال الله. وبعدين عم يقول شيء الله قاله بالعهد القديم من كلمة الله، أني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، لذلك أخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وأكون لكم أبا. هاي الآية أنا كنت عم بتأمل فيها، وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. على كل شيء. كلمة القادر على كل شيء أو التعبير القادر على كل شيء باليوناني هي كلمة بانتوكراتور، أو يعني كلمة ما كتير مستخدمها عامة، لكن هي تعني أو المعنى الله ضابط الكل. كان صار لي فترة عم بتأمل بهالآية هيدي أو هالكلمة هاي بالضبط، عم حتى بالكنيسة يعني كنت هيك عم جرب اشرحها، ولما رحت بعدين عم باخذ معناتها. ضابط الكل هو يلي يعني يلي بالانجليزي هو sustainer of the world، يعني هو اللي ماسك كل شيء، يعني ما في شيء بيصير مش بإرادة الله، إذا بدي أقول، أو يعني الله، أو بمعنى آخر الله ما بيفقد السيطرة. أمين. مش مثل ما البعض بيفكر أحيانا، كأنه أوقات بحس هيك، أنا شوي راسي شوي كاريكاتوري، أوقات بحس الناس بتفكر كأنه الله فقد السيطرة وقاعد وخيفان، شو بدي أعمل هلأ، ما بعرف حالي شو بدي أعمل. ولا مرة الرب مش قادر يعمل شيء. أمين. الله قادر دايما يتدخل، الله قادر دايما يعمل شيء. خبرني كيف عمل معك أنت شخصيا. هيدا اللي بدي لك إياه. بعد ما كنت عم بتأمل بهالآيات أو بهالآية هيدي، بعد منها فترة، أنا كان بسنة الماضي بصيف الماضي بشهر 6 بالضبط صار معي وجع بإجري وأنا ونايم، ما أخذت وعطيت كتير لأنه افتكرته شد عضلي، وبعد 3 أيام راح، يعني مع أنه طول أول مرة بيطول شد العضلة هلاد، ما كتير يعني ما كتير فكرت أنه هذا الشيء ممكن يكون بيأذيني. اختفى الوجع، راح الألم لمدة شهر، بعد شهر رجع عودني الألم بنفس الإجر، ولكن هالمرة كان مختلف شوي، أنه إجري كانت عم تورم عم تتورم والألم عم بيزيد وما عم بقدر أدعس عليها. ف اتصلت بطبيبة وحكيت معه وقلت له هيك عم يصير معي، فقال لي هيك صار يعطيني يعني إشارات، لأنه كان خايف يكون عم بعمل جلطة بالإجر، جلطة دم بإجري. فقلت له ما عم بعرف أفحصها مزبوط، كان لأنه وقت مأخر بالليل، فقال لي بليز تعال عندي هلأ. فنزلت لعنده بعد نص ليل لأنه كان خايف علي، وقال لي أنا عندي شك يكون عندك جلطة بالإجر، بكرة الصبح بتعمل فحص معين بيكشف إذا في جلطات بالإجر. طبعا تاني يوم انا رحت وعملت الفحص، للاسف لسبب ما، ودائما بيصير هالامور هيدي، انا برايي كان في خطا يعني طبي، الطبيب يلي عم يلي عمل لي الفحص قال لي ما بك شيء، لا اللي قال لك انه في جلطه باجرك ما معه حق، لا ما باجرك ما بها شيء، بالاغلب عندك تمزق بالعضل. فقعدت فتره 3 شهور اللي بعدين اكتشفته انا عندي جلطه باجري. وجلطة كانت كبيرة، يعني حجمها كان أكثر من 10 سنتي. 3 شهور أنا عندي جلطة بإجري، عم سافر أنا بتعرف بروح وبيجي كتير طبعا، أنت خادم، والسفر بيعمل جلطات زيادة بالإجر، وإجري متورمة، وعم بعمل كل النشاطات اللي أنت ممكن تخيلها.
وما كنت عارف انه عندي جلطه، وعم عالج اجري على اساس انه هي مزق في العضل او تمزق في العضل بتصير. وهذا اللي بدي اقوله هون، انه لانه الطبيب بعدين لما عرف انه 3 شهور حامل عندي جلطه باجري وما متت هذاك الوقت، نشكر الله. الحكيم طبعا لانه ما بيعرف الرب مزبوط، يعني هو كان التعبير الوحيد اللي عنده اللي قال لي انت نيتك كثير طيبه. بمعنى اخر قلت له، انا قلت له حكيم، قلت له الموضوع ما له علاقه بالنيه، انا عندي اله طيب، امين، عندي اله ضابط الكل. طبعا انا لثلاث اشهر عندي هالورم باجري. اخر مره كنت مسافر، انا راجع من السفر كنت مع عائلتي، رجعنا بالليل مأخرين، بالليل شعرت بضيق نفس كثير قويه، ما كثير اخذت وعطيت لانه كمان ثائبت. يعني انا بس اشرح لك توصل لك الفكر ليش الرب حكاني انا ايجابي انا ضابط الكل، انه انا بنفس الاسبوع كنت عامل التهاب بالصدر بالروايه كمان، فكان عندي كحه وعندي يعني عندي التهاب. فانا اعتقدت بهذاك الوقت انه انا بسبب الالتهاب انا ضيق نفسي وعم بسعل، فكمان ما كتير يعني انا شوي هون اهملت حالي، انه قلت انا بالاغلب لانه ما عندي كان شك انه يكون جلطه طلعت على الروايه مثل ما صار. بعدين طبعا تركت الموضوع، رحت على البيت، نمت عادي. تاني يوم الصباح قمت عملت نشاطات عاديه، بالليل صار معي نفس العارض، مع دوخه مع ضيقه نفس قويه. انا شوي هيك شكيت انه الالتهاب الروايه ما بيعمل هالقد، يعني كمان ما كتير اخذت وعطيت. حكيت زوجتي، قلت لها انا شوي متضايق ما قدرت نام، هي دخلت نامت، مرتي بناتي كانوا نايمين، انا الساعه 3 الصبح مش قادر نام، صوت جواتي بيقول لي جابي فوت اتحمم راح تروح على المستشفى. هذا الرب طبعا، قمت انا عم بحضرني ضابط الكل يعني، امين. فدت دخلت تحممت، ما قدرت نام للساعة 6 الصبح 6 ونص، كنت متضايق مزعوج ضيق نفسي. بعدين انا عندي ماشين باخذ ضبط الدم وضغط الدم وهيك، لقيت نبضات قلبي كانوا بهذاك الوقت 40 دقة 40. فانا طبعا شكيت بشيء بس فت نمت. الصبح زوجتي اجت على الساعة 10 عم توعيني، قلت لها حياتي انا ما صار لي غير 4 ساعات نايم وانت عارف انا مريض، يعني ليه عم تعيني؟ قالت لي ما بعرف ليش قلبي نقزان، وانا عمتي حكيمه طبيبه، قالت لي اتصلت بتقول لك هلا تنزل لعند على المستشفى. قلت لها ما في شيء يعني برونشيت يعني عادي التهاب الروايه. قالت لا انزل هلا، قلت لها خلص ما راح انزل. يعني بعدنا انا كنت شوي معند. بعدين قمت بدي ادخل على الحمام ما قدرت اوصل، فانا حسيت انهارت قوي يعني، فقلت في شيء مش مزبوط ونهق نفسي كتير. فاتصلت بعمتي قلت لها عم بحكي معها، ليش نفسك هيك؟ قلت لها انا صلوا من امبارح هيك. قلت لي هلا بهاللحظه بتروح المستشفى. فاتصلت بالناس اللي قريبين مني تاخذوني على المستشفى، كلهم مشغولين. وبعدين قلت لزوجتي بنتصل بالسياره الاسعاف تاخذك، قلت لها لا ما بدي بليز يعني ما بحب هال، قلت لها خلص هلا بعد شوي بيجي خيي وبيجي خيك بياخذوني على المستشفى. فقلت لي فهي اول مره للمره الوحيده ما بتسمع مني. راحت واتصلت بحدا من الاخوه من الكنيسه من عنا، وقالت له فيك تيجي تاخذ الاساس على المستشفى؟ قال لا انا تحت البيت. واو كيف سأل. هو بيشتغل بالسوق بلف، قال لا انا تحت البيت دقيقتين بكون عندك. قالت لي فلان جاي وراح يكون تحت البيت بعد دقيقتين. فقلت له يا عمي حرام عم تعذب الشباب هيك، فقمت لبست ونزلت معه. هلا انا نازل معه بالسياره جواتي شعرت هيك بسلام غير عادي حقيقه. وقلت له للشاب اللي معي قلت لك ما تحكي معي كثير، بدي صلي يعني بدي اقعد هيك ما بدي احكي معك. وانا ونازل رايحين عند على مستشفى معينه صغيره حد البيت، قبل ما نوصل بدقائق بتتصل في عمتي الطبيبه بتقول لي جابي ما تروح على المستشفى، بدي اياك تروح على المستشفى الاكبر جامعيه كبيره. قلت له في لزوم؟ قال افضل. قبل ما نفوت يعني لو فت على المستشفى كنت متت اكيد، لانه ما كان رح يعرف هيدا الرب، هيدا الرب رح ادخل لهم انا عندي رواياي، انا داخل بظروف مرقت بظروف مماثله بفهم تماما شو عم داخل على اساس انه انا عندي رواية التهاب الرواية يعني، وكان رح طبعا يدوروا على الالتهاب ما كانوا رح يدوروا على الجلطه اللي كانت عم تقتلني. المهم وصلنا على المستشفى، انا وصلت على باب المستشفى بالضبط على باب المستشفى، كنت واعي 100%، بس حطيت اجري على الباب المستشفى انا انهارت وقعت فجاه، حسيت بعرق مسقع، حسيت حالي عم دوخ، حسيت حالي ما بقى عم بقدر احكي وكنت عم بفقد الوعي. هلا بعدين عرفت ان انا وصلت على المستشفى الاكسجين عندي كان 20 واو. ونبض قلبي كان 5، انا كنت عم موت. قد ايه لازم يكون الاكسجين؟ 100 واو. 20 طبيعي 99%، يعني هذا الطبيعي تبع الانسان. فانا لا انا كنت خلص كنت عم موت. واللي اكتشفته بعدين انه انا كنت هي ثالث جلطه عم بعملها على الروايه. واو جلطه الدم على الروايه، والروايه عندي
كانوا مسكرين، قلبي كان متضخم 3 مرات واو حجمه، لانه عم يضخ دم وما عم يقدر يضخ دم لانه مسكرين الرواية، وكان بسموه عم بلش بنفس، يعني عم بلش يطلع دم من اماكن تانية. طبعا وصلت بحالة كتير كانت صعبة، قلت لهم انا عندي برونشيت، عندي التهاب بالرواية، فنشكر الله انه ما سمعوا لي. نشكر وانا بامن لانه الله كان ضابط الكل. امين. بنفس اللحظة طبعا عالجوني. ولكن بدي اقول لك انه انا بهديك الوقت بال 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 بالمستشفى بالاول طبعا ما كنت عارف شو عم بصير، بعدين بلشت افهم، لانه فجاه لقيت كل الاحبة والقرايب عم يجوا وبدموع عم بفوتوا لعندي. انا يعني مش محرز واحد عنده التهاب بالرواية، بعدين واحد عنده ذكاء شوي هيك عم فكر انا انه هيئته في اكثر من التهاب بالرواية. ودخلت عم يعملوا لي صورة للصدر، فصار حادث شوي بتضحك مع انه منا كثير مزبوطة، يعني شر البلية مطلق. اللي عم يعمل لي الصورة قال لي قد ايه عمرك يا جابي؟ قلت له 43. قال لي طلعت في هيك، قلت له اوف. ليه عم بتقول هيك يعني شو بك؟ قال لي لا لا ما في شيء، خلص حكيمك بيحكي. طبعا انا ظاهر كانت عمتي برا لقطة، قلت له ما تخافي خبريني شو في. فقالت لي وضعك كتير خطر، قالت لي انت عم تعمل جلطات على الرواية وممكن اي وقت تعمل جلطة تانية، فبدنا نعمل لك هلا نزرع لك فلتر وحتى نمنع بس ما فينا نضمن لك. بهديك اللحظة بالذات أسيس انا بدي اقول لك شيء، صار كان علي سلام حقيقة بفهمك بفهمك ما بقدر اوصفه. سلام الله الذي فوق العقل. بالضبط، مش صنع انسان، مش صنع بشر. هلا كان عندي شوي غريب، شيء غريب، شعور غريب ما بحب كتير شاركه اوقات، بس بحب كمان اقوله لانه هيدا حقيقة. كان عندي نوع من شوق انه انا ممكن باي لحظة غمض عيني وشوف يسوع. بفهمك. كنت هيك كتير اكسايتد يعني كان عندي فرحان انه هيدا اللي انا عم بحلم فيه كل حياتي. مثل ما قال بولس انا ليش اشتهى ان انطلق. بالضبط، وصدقني بهداك الوقت اجاني هذا الفكر. طبعا بنفس الوقت ببالي كان زوجتي واولادي، انه انا لا ما بدي اترك، حرام يعني اولادي بعد صغار. بس بنفس الوقت ما كنت خايفه من الموت، يعني كنت عارف حالي انه انا اذا بموت هلا رايحه محل افضل اكيد، والرب اكيد رح يهتم بعائلتي. يعني نشكر الله شو هالشعور اللي عنا اياه بساعه الخطر هاي. حقيقة لما مات تبع الارجنتين كان عمره 40 سنه، الرئيس تمسك بالحكم وقال لهم بليز ما بدي موت، زيدوا لي حياتي. بس ليك المؤمن هي شو حلو انه حقيقة كان كتير غريب وعن جد مش صنع بشر، يعني ما كان عنده وقت فكر فيه. شعرت بسلام غير عادي، راحة غير عادية حقيقة بشتاق لها هلا. اوقات بحس هذا السلام، اوقات بحب يكون عندي اياه هلا، هذا النوع السلام، حضور الله بطريقة غير عادية. نعمة الله تجينا بوقت الضيق. صحيح، قال تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف. 100% كان حضور ملائكي، كان في حضور بالمستشفى غير عادي حقيقة. هلا بالاغلب بنفس الوقت بدي لك اياه انه كان في عشرات من الاخوه المؤمنين لبلميات عم بيصلوا لي، لانه طبعا نحن لما عرفنا صلينا صراحه مش عم نربحك جميله. مش عم نربحك جميله. لك عندي صلاه بعد عمر طويل ان شاء الله. لا مش لهيدا الموضوع. لا بس اللي بدي اقوله انه عن جد كان في سلام غير عادي، كان في حضور للرب غير عادي. وبعدين كان في قرار لازم يعملوا لي ابره، يسيلوا لي دم كتير لانه تيشيلوا كل الجلطات الباقيه حتى ما يعمل اي ضرر بالرئتين للبعدين. وهذا القرار كان لازم حدا ياخده لانه بدي يعرضوني لخطر ل 48 ساعه، ممكن اعمل نزيف وما اقدر اوقفه وموت. ونحن عنا بالعائله اوريدي ماما عامله نزيف بالدماغ، فبيقولوا انه اذا في شيء بالعائله هيك هذا بيزيد نسبه الخطر. طبعا فطبعا راحوا يسالوا العائله، ما حدا استرجع ياخذ القرار لانه اعتبروا انه لا ما بدنا ناخذ هيك قرار، لا سمح الله ان مات بنكون نحن حملنا مسؤوليه القرار، وان ما مات كمان. فعمتي ما بعرف ليش قالت لك ليه ما بتسالي له، لهيدا زلمه بيصلي وهو بيعرف يقول لك ايه ولا لا. فقالت له الحكيمه نحن عاده ما بنسال المريض. قالت له هيدا بدك تسالي. فدخلت لعندي هي طبعا وعم تقول لي نحن وبدي اقول لك شغله هون لانه الطبيبه هي صديقتنا داخله بدموع عم بتقول لي، قالت لي ليك يا بير جابي انا بدي اقول لك شيء، نحن بدنا نعمل كذا، نحن حتى ما بنطلب، بس كلهم عم بيقولوا نسألك لك ما بنطلب من المريض اذن، بس نحن بنسألك لك ناخذ اذن منك، نحن رح نعمل لك ابره تحرضك لخطر لمده 48 ساعه. بهذيك اللحظه بالذات صوت جواتي قال لي جابي انت ما رح تموت. فدغري قلت له دكتور انا ما رح موت ما تخافي. قلت لي ليه عم تقول هيك وشو هالسؤال اللي عندك اياها؟ قلت له الرب وضع على البحر حد. امين. الشيطان له حد. امين. ممكن يجرب يعمل اشي بس لما الرب يحط له حد ما بيقدر يتخطى الحد هيدا. ولو الرب بده اياني
ما كان وصلني لهون، يعني ما كنت قطعت بكل هالقصص. تشعر اوريدي عم بتعاني من بالضبط. وبعدين بالمستشفى انا مفروض كنت متت. يعني انا لما وصلت على المستشفى وصلت ميت تقريبا ميت. فانا لو الرب ما بد... لو الرب بده اياني عنده، لو رب اراد، لو هي اراده الله، انا كنت طلعت من زمان. فعمل الابره وانا بقول لك ما رح موت. فصرت تبكي الحكيمة هون، قلت لي مش معقول هذا، ليش هيك يعني، كيف بتقول هذا الايمان؟ قلت لها حقيقة مش شيء فوق العادة، لا موت بل أحيا بالضبط، هذا أي شخص بحب الرب يسوع. فنشكر الرب. اللي بدي أقوله أسيس أنه توقيت الله، أمين، ضبط الله للأمور، أمين. أنا ثلاثة أشهر عندي جلطة بإجري عم سافر، ما صار شيء. النهار اللي عملت جلطة على الرواية ثلاث مرات، أول مرة رب ما سمحني تقتلني، ثاني مرة، ثالث مرة الله دبر حدا يكون تحت البيت يوصلني بالضبط على الوقت على المستشفى. يكونوا كل الأطباء موجودين بالمستشفى بوقت غير عادي إنه يكون موجودين فيه. مزبوط. تحتى يعالجوني، تحتى يكونوا عم يعني عم يهتموا فيه. اللي بدي أقوله هو هيك إنه الله بالحق ضابط الكل. أمين. ماسك كل الأمور بيده. وبنفس الوقت أنا كان صار فترة عم أدرس بسفر الرؤية بالكنيسة قبل بوقت. كنت كتير عم هيك اخذت لي بالي، اخذ لي عقلي هالشيء، انه بسفر رؤية بتلاحظ اللي بيحكي عن الايام الاخيره. طبعا بتلاحظ انه لما بيحكي عن الايام الاخيره الله ماسك كل الاوقات في يده، يعني مش مش انه فاقد السيطره. بيقول لك بتلاقي بسفر رؤية انه اخر ايام مثل ما الرب بيقول، لما الرب بيقول بيصير العدد الفلاني رح بيصير، يعني عارف. ففكره الله ضابط الكل. وانا هون بدي اشجع المشاهدين وشجعك طبعا انه ما نخاف. امين. الهنا ضابط الكل. امين. الامور كلها بين يدين الله. امين. ما حدا يعتبر انه الله فقد السيطره. امين. في بعض الناس بيقول لك طيب بلكي متت، اذا هيدا وقتك تروح افضل ما تعيش. لانه اذا راح تعيش على الارض وانت مش وقتك تعيش على الارض، راح تعيشهم بمراره، راح تعيشهم بتعب. ف يعني لانه في بعض الناس بيفكروا، حتى انا مره كنت عم شارك قدام ناس وقالوا لي طب بسيس انه ما طب مش من طول الايام يشبعوا هو. امين. طبعا نحن مش تراب. اذا انا عايش 120 سنه انا بدي اعيش 120 سنه، انا عم صلي عيش، انا يعني عندي ايمان بدي اعيش لفوق 90 سنه ورح ضلني اوعظ وخبر عن الرب يسوع المسيح. امين. لاخر يوم من حياتي اذا ما اجى. اذا ما اجى بالضبط. فانا اللي بدي اقوله هو التالي انه اليوم نحن مين بيقول قديش نحن لازم نعيش؟ الله قال اكزاكتلي. حد قال تكون ايامه 120 سنه 100%. بس حقك تطلب قد ما بدك. بالضبط بالضبط. بس انا اللي بدي اقوله انه اليوم اذا الرب اراد ان انا اطلع هلا لتكن مشيئتك يا رب. انا ما بصلي بقول له يا رب اطلع هلا، انا دائما بصلي مثل ما انت عم تقول انه يا رب انت قلت انه انا لازم اعيش، انا بطلب انه انا لازم اعيش لانه تمجد اسمك يا رب. بس بدي اقوله هو التالي، لانه في هذا الفكر اساس بالكنيسه اليوم، او في فكر مش موجود بالكنيسه اليوم اللي هو، او اذا في نوع ثقافه مش موجوده بالكنيسه اليوم اللي هو انه انا اليوم بدي لوم الله على الاشياء اللي بتصير. لا لا، الملامة مش من الايمان طبعا. بالضبط بالضبط. انه انا افهم انه الله هو القادر، يعني هو القدير، هو ضابط الكل. ما فيك تجي تشارع الله وتقعد تحكي مع الله يا رب ليش وليش هيك ولا امين يا رب لتكن مشيئتك. بولس قال له يا اشتهي ان انطلق التلاميذ، لما تلاميذ الرب، يعني في بعض الناس، لانه حتى في بعض الناس بتتجسر وتقول انه هيدا فلان مات، هيدي لعنه على حياته انه مات شاب، او في بعض الاخبار من هالنوع هيدي. انا بس حابب هون شغله، لانه تلاميذ الرب خاصة ال 12 كلهم مات صغار، أغلبيتهم ما في غير يوحنا يمكن مات، أو يوحنا وبطرس يمكن، يعني هو اثنين اللي معروف إنه ماتوا بعمر كبير. بس باقيين كلهم ماتوا شهداء صغار للرب، ما بعتقد ماتوا كانوا ملعونين. يعني أنا بجرب، بس مش معناتها أنا ما عم أقول إنه لازم نحن كلنا نموت صغار أو شباب. اللي بدي أقوله هو التالي، إنه نامن إنه نحن إلهنا إله ضابط الكل. في ناس أسس بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه الرب قال كن أمينا إلى الموت فسوف أعطيك شو إكليل الحياة. في ناس مثل ما بقول الكتاب وصلوا للموت والرب عرض عليهم النجاة، قال ما بدنا ننجى لكي ننال قيامة أفضل ونحصل على إكليل. فهذا كان هن بدهم يكونوا شهداء، بدي أخذ إكليل، أنا ما بدي موت عادي، بدي موت شهيد ويطلع لي إكليل الحياة. فهذا موضوع تاني. بس إنه مثل ما عم نقول نحن ومنتفق إنه الله بده إيانا نعيش طويل، بده إيانا فعلا إنه من طول الأيام أشبع هو أريه خلاصي. هلا في ناس أيامنا معدودة، ولكن كمان نحن، أنا بتنبع حياتي بقول بشكرك لأن أنا عشت 120 سنة، بتنبع هذا الشيء على أولادي، بركهم كل بحط إيدي عليهم طول حياة 120 سنة صحة غنى مجد. بس انه انا بلعب دوري والباقي على الله 100%. هيدا اللي عم جربوا له، نحن بنلعب دورنا والباقي على الله، ولكن بنفس نتنبع الوقت حياة. بنفس الوقت كمان انا يعني انا في فكر اللي هو انه ملامة على الله، يعني هيدا انه مين انا تقله لا لا ما فينا نلوم. هيدا بالضبط. الله ضابط الكل. خلينا نصدق هيك ونامن هيك. خليني اعرف شو لمن شفيت
شو قالوا الحكمة لمن شو عملوا لك عمليات ما عمليات شو صار معك؟ هو ما عملوا عملية كتير بسيطة، أنا حطوا لي فلتر صغير حتى يمنع الجلطات إذا كان بعد في، لأنه يعني بعد كان في جلطات بإجري إنه ما تعمل أي ضرر بال 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 بالأماكن اللي هي خطرة، يعني الدماغ أو القلب أو الرواية. عملية كتير بسيطة كانت، ولكن طبعا الحكمة الأطباء كلهم قالوا نفس الكلمة، قالوا لي أنت معجزة سيارة، يعني أنت معجزة شو؟ سيارة، لأنه أنت أنا بعد أسبوع طبيب القلب وهو عم يعمل الإيكو لقلبي صار يصرخ برافو برافو، أنا ما عم بفهم شو برافو برافو، يعني عم تعمل إيكو لقلبي وتصرخ برافو برافو شو في يعني؟ قلت له حكيم شو في؟ قال لي جابي قلبك رجع لحجمه الطبيعي بأسبوع واحد، هذا معجزة. هاليلويا. ما في أي تنفيس بالقلب، ما في أي ضرر بالقلب. أمين. الرواية الرئتين أمين. حتى ما في أي ضرر. خليني معلش أطشك دقيقة لأقرأ هذا الإيميل اللي بيكتب كلامك، إنه كيف الله بيتعامل مع شعبه، انه هو الرب شافينا، هو انا هو شو الرب شافيك، الرب شافيك، انا هو الرب شافيك، يهوه رفا اسمه، يهوه رفا انا هو الرب شافيك. هون بيقول نفس الحكي، قال سلام لكل اعضاء برنامج ايات وعجائب، انا كنت ارسلته من قبل بخصوص طلب صلاه لامي، وانتم اشتركتوا معي في الصلاه من اجلها، وكانت بعض الشكاوى اللي عندها راحت وضربات قلبها هديت، لدرجه ان الدكتور وهو بقيس النبض استغرب وقال هيدا نفس الشخص اللي كشفت عليها مسبقا. قال الحكيم قال شو يعني هاي هي ذاتها الشخص اللي فحصته قبل. قال احنا شكرنا ربنا وبرنامجكم الجميل، كل تحيه لكم. نشكر الرب وحده. أمين. هو صانع العجائب العظام وحده، ونحن عم نتفق وعم نطبق الكلمه، والرب سهر على كلمته ليجريها. طيب قال لك هيك، لكن وشو انا قلت لي 3% من هذا اللي هذا اللي قالت لي الطبيبه تبع الروايه، قالت لي يعني بعد اسبوع هيك عم بحكي انا وياها، قالت لي انت عارف شو صار معك؟ قلت لها انا يعني صار معي جلطه بالروايه. قالت لي لا، انت عارف انه بس 3% يلي بعمرك بيعمل جلطات بالروايه بيعيشوا؟ فقلت لها انا من 3%. امين 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 امين. قلت لها من 3%، قلت لها ليش طبعا شلت معه وخبرتها، قلت لها انه عندي اله بس ما بيهتم فيه. امين امين. انا ليك بفهمك باللي عم بتقوله. كنت مره بالاردن، ما حسيت بشيء، كان عندي خدمه عند اسيس تكران، ومن بعدها جيت على قبرص ورحت مستشفى 11 يوم، صار معي التهاب بالمراره ما عرفت، رحت على مستشفى قالوا ما بيك شيء حطوا لك مصل. قلت له يعني فحصوني ما فحصوني؟ قال لا ما بيك شيء، بس ضليت عم ينوشع من هون. ثاني يوم اخذت حرارتي، لا طلع في حراره عاليه، فرحت على مستشفى ثاني بفوتوني قالوا لي لا انت وضعك محرج، وعملوا لي عمليه، قالوا لي العمليه على بنا بدها ساعتين، عمل لي عمليتين ب 11 يوم وخسرت 13 كيلو، بس كان عندي نفس الشعور. والحكمه الحكيم عم بقول له للحكيم الماني، قلت له ليك في انزل اعملها بلبنان، قال لي يمكن تموت على الطريق، انت وضعك ما بيحرج ما بيسمح انك تترك المستشفى. قالوا لي كمان وضعك كتير خطر، قال لي كان ممكن تموت اي، قالوا لي على بنا بدها ساعتين بطبيب واحد. هذه يمكن اول مره بشارك هالشيء على التلفزيون. اخذت 4 ساحات بجراحين، الجراح قال لي كنا عم نعمل لك العمليه عم نرجف، بس فتحناك وقلنا انا، قالوا لي بالايكو قال ما بك شيء، ما في شيء بالمراره، طلع عندي 5 بحصات كل بحصه هالقد. بس كان عندي هذا الشعور انه انا مش فرقانه معي، وعم بيحكيني حكي وعم بخوفني الطبيب، قال لي اذا انت بعدك صغير يعني تموت هلا، هيك عم بيحكيني. ولكن هو الرب اللي شفانا وشفاني، هو اللي شفاني وعطيني هذا السلام اللي ما بحس فيه غير المؤمن بساعة الضيق. ونشكر الله، وضليت يعني حتى هو طلب الرب معي، كان فرصة انه الحكمة الاثنين طلبوا الرب. ولكن هو اللي بيشفينا. امين. هو اللي بيشفينا، لو ما هو حامينا وقال شعرة من راسنا ما بتسقط. الحكيم بيعمل بيقدم العلاج، ولكن الشفاء دائما يأتي من الرب. فأنا بأكد على اللي أنت مرقت فيه 100%، اختبرته، ونشكر الله أنه الرب نجاك. وأنت ضعفت كتير، كان طلبوا منك هذا الشيء، خبرنا. طبعا طبعا كان لازم اضعف. هلا طبعا أنا اللي صار معي ما خصه بالوزن، الوزن ساعد، هو شيء كان جينيتك، يعني شيء وراثي بالدم. نحن بنكسر كل لعنات وراثيه عاده كل يوم. انا عم صلي هذا الشيء دائما، بكسر لعنات من الاباء منا. يعني هيدي انه مش ضروري اذا انت عم تقلي انا امي كان معها بالقلب يعني لازم انا اكون معي بالقلب، لا باسم يسوع بنكسر كل لعنات من الاباء ومن كل مصدر. مش ضروري اذا بيك او امك كان معهم سكري انت يصير معك سكري، او بالقلب وانت يصير معك بالقلب، لا باسم يسوع بنكسر هاللعنات. امين امين. لا مثل ما قلت خيالي من شوي، قلت هي كتير حلوه، بحبها كتير.
انه لا تسقط شعره من رؤوسكم الا من دون علم الرب. في محل ثاني بيقول لانه شعر راسنا محصى. مزبوط. واذا بتروح للترجمه او للمعنى تبعها قال كل شعره من شعور رؤوسنا الا رقم. امين. لانه الله يهتم بادق التفاصيل. والله ضابط الكل. يعني اوقات نحن بنطلع بالشعر بنلاقي شيء كثير. الله قادر يضبط حتى كل شعره بشعرتها الا رقم. انت عندك شعر هون اكثر من هون. عندي شعر هون اكثر من هون. بس كثير منيح كثير منيح. خبرني شو كان وضع مرتك كوزيت بالمرحله اللي انت مرقت فيها؟ طبعا هي بالاول ما كان عارفه. حرام. انا كنت ابعث لها رسائل لانه هي ما نزلت معي على المستشفى. ضلت مع الاولاد. اولاد عندنا شيء مشترك. اثنيننا عندنا ثلاث بنات. عندنا ثلاث بنات. مزبوط. نحن مباركين. امين. عندنا ثلاث بنات. امين. طبعا انا كنت ابعث لها رسائل انه يقولوا لها طمنوها انه ما في شيء. هلا انا ما كنت عارف انه في شيء اصلا يعني. بس انا كنت مرتاح. كان عندي سلام انه ما تخافي انا بعدني عايش. هلا هي بعدين لما عرفت بالاول شوي خافت، ولكن لما شفتني السلام اللي كان عندي انتقل لها وشعرت براحه، شعرت بامان، شعرت وعرفت انه. قلت لها شاركتها معها لانه انا اسيس بدي اقول لك انه انا يعني بالبروسيس تبع لما كان، لانه انا قعدت شي ست ساعات قبل ما فوت على الانتنسيف كير طبعا بالامرجنسي بالعنايه الفائقه. بهيدا الوقت اللي كانوا يعملوا فيها الفحوصات والصور، فحوصات وصور وايكو وفحوصات يعني كذا مره تيعرفوا شو السبب وتتاكدوا من السبب وهيك. كان كل مره اسمع هالكلمه جواتي بنتاكراتور. بنتاكراتور ضابط الكل. انا ضابط الكل. يمكن مشان هيك كلمه الله بتجيبنا سلام خيي. امين. مش هيك؟ انا بشجع المشاهدين انه لما تمرق بظروف صعبه خلي كلمه الرب تجيب لك سلام. بس اسمع هالكلمه بنتاكراتور، انت ضابط الكل يا رب. امين. انت عارف شو عم تعمل. انا ما رح خاف، ما رح اعمل، ما رح اهلع، ما رح اركض. امين. انت ضابط الكل يا رب. وبالحق كان ضابط الكل يعني. الهنا كان مسيطر. أمين. باللحظه على الامور باللحظه. انا أمين. لو 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 تاخرت ربع ساعه على المسافه انا ما وصلت. بفهمك. لو بفهمك. ما بعرف يمكن بالطياره وانا وراجع. انا عملت جلطه. يعني اول جلطه عملتها بالطياره. لو عملتها بالطياره لو كانت الكبيره صارت معي بالطياره انا كنت وصلت على لبنان. هيدا الرب. هيدا الرب. ما في صدفه، ما في كذا. وعلى فكره من وجه لها تحيه لاختها لكارلا كلوديا وجوزها، هن بيشتغلوا بالمستشفى. كنت اتصلت فيها قالت لا اوريدي انا عرفت انه الاسيس جابي موجود نهتمين فينا. فمنوجه له تحيه. اسيس في كثير عم بيحضرونا بيقول لي انا مريض وانا اذا متت ما بعرف حالي وين رايح بعد الموت. يا ريت بتقودهم بكلمه صلاه ليطلبوا الرب مخلص وبنرجع بنصلي لهم مشان الشفاء. معنا دقائق قليله. قودهم معنا دقيقتين، اقل من دقيقتين. انا بس حابب يعني قبل ما نصلي بس حابب اقول للمشاهدين عم يتفرجوا علينا هلا، خاصة إذا أنت بتقول أنا إذا مت ما عارف وين بدي أروح. إذا ما بتعرف وين بدك تروح يعني أنت ما بتعرف بعد يسوع. لأن اللي بيعرف يسوع أكيد بيبقى عارف وين بدي أروح. يسوع قالنا من آمن بي وإن مات يحيا. فأنا بدي شجعك، بدي شجعك خيي اليوم تعرف على يسوع. صلي اطلب الرب لحياتك. قل له يا رب أنا بديك تدخل لقلبي، بدي يكون عندي هذا السلام اللي عم نسمع عنه، بدي يكون عندي هذه الطمأنينة يلي عم نسمع عنه. اليوم يمكن أكتر شيء فاقدينه بالعالم هو ما في أمان. العالم عم يدور على الأمان وبيدوروا ببلاد هون وبلاد هون. وصدقوني يا أحبة لو بدكم تروحوا على كل بلاد العالم ما في أمان إلا بيسوع المسيح. فأنا بدي شجعكم، بدي شجعك، بدي شجعك إذا أنت هلأ حابب تنال هذا السلام وهذا الأمان، يا ريت هيك تغمض عينيك معي هيك وترفع قلبك للرب وتصرخ للرب. قول له يا رب سامحني. سامحني على خطاياي. امين. يا رب سامحني على كل وقت انا قضيته بعيد عنك. يا رب سامحني على كل وقت انا كفرت او انا ما طلبتك بحياتي. انا اليوم بتوب قدامك يا رب. انا بسلمك حياتي يا رب. تعال هلا والمس لقلبي. امين. يا رب انا ابن لك وانا رح نال الحياه الابديه لاني امنت واعترفت بلسان الان انا انت. أمين. الهي وربي ومخلصي. امين. اذا انت مريض حط ايدك مطرح المرض، نتفق أسيس جابي وأنا ننتهر كل مرض باسم المسيح. نعلن شفاء المسيح، نتنبأ حياة، نكسر كل لعنات من الأباء من أي مصدر، نجدد كل الأمراض، المرأة أن تخضع وتشسو لاسم يسوع. شفاء على الجميع باسم المسيح. اللي بشكرك يا رب لأنك شفيتني. ردد معي ورددي أنت كمان. بشكرك لأنك شفيتني باسم المسيح. وأنت اللي صليت مشان أولاد صدق كمان رب استجاب. لحظات ومنتابع مع أسيس جابي. بدنا نطلع بريك علينا وناخد الاختبارات. خليكم معنا، ما تغيروا المحطة من فضلكم.
أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا فيك إلى القسم الثاني من برنامج آيات وعجائب اللي بدنا ناخد فيه اتصالات، وإذا عندكم أي سؤال كمان للأسيس جابي العواد، وبدنا نتابع حديثنا عن الله ضابط الكل. إذا أنت فقدت السيطرة، إذا بتقولي أنت ما بعرف شو عم بعمل، إذا بتقوليلي أنا ضاعت الأمور من إيدي، كل شيء بنيته ضاع، ما عم صدق شو صار معي، الله بعده مسيطر، سمح بهالشيء لمصلحتك، لأنه كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بتقولي بس الوضع سيء، بدي لك قد ما يبدو سيء الله يخرج من الجافي حلاوة ومن الآكل أكلا. تابعين معنا. معنا اختبار جميل بدنا نسمعه كمان نحن والأسيس جابي العواد من أختنا رانيا داغر من لبنان، اللي آمنت من خلال برنامج آيات وعجائب من خلال سنوات. كيفك يا أخت رانيا؟ اهلا، منيح، نشكر الله. انتو كيف؟ نحن مسرورين انه تعرفنا عليك بلبنان، ومسرورين باللي الرب عمله معك ومع زوجك انور كمان، اخ انور. صح. خبريني بسرعه اخت رانيا، كيف انت امنتي؟ شو صار معك لما كنت عم تحضري المحطه؟ خبريني اللي خبرتينا اياه. مزبوط، انا كنت عم بقلب التلفزيون، ما كان براسي ان احضر قناة الحياة. هاي اي سنة عم تحكي؟ اي سنة عم بحكي؟ سنة الـ 2007. 2007، ايوه تفضلي. 2007. بس انا كنت عاني كتير من الميجرين، وكنت وصلت لمرحلة انه كتير يعني تعبت جسديا ونفسيا من الموضوع، وجع الراس وهيك. ايه مزبوط، واكيد يعني انا كنت شخص بعيد عن الرب، يعني مش يعني بعيده عن كل الموضوع. فاللي صار انه ثابت كنت عم بحضر التلفزيون وانا عم بقلب بالاذاعات، بعدين قطع البروجرام ورجعت انه مثل هيك انه شيء شدني اني ارجع، سمعت انه حدا عم بيقول انه منصلي وهيك، ورجعت انا على المحطه. يعني قلبت المحطه ورجعت عليها. ايه صح صح صح. وبتكون انت حضرتك عم بتصلي وبتقول انه اذا عندك مرض، اذا عندك وجع، حط ايدك مطرح الوجع وامن انه الرب شفاك. واللي صار انه انا بحط ايدي على معدتي مش على راسي، مع انه انا راسي اللي بيوجعني، بس بهيدا الوقت كان انه الرب هو عم بحضرني يعني للموضوع. وانت بتقول انه في ست هلا حطت ايدها على معدتها وامن انه الرب شفاك، وبالفعل يعني انا اخذت هيدا الشيء لإلي انا، لانه باللحظه اللي انا حطيت فيها ايدي على معدتي يعني وعم بامن انه انا الرب شفاني، وانت اعلنت هيدا الشيء، وصار معي انه اختبار الولاده الجديده. وبوقتها انا ما كنت عم بعرف انه شو عم بيصير معي. خبريني كيف حسيتي لما سمعتي هالكلمات، انه لما صليتي لما سمعت هالكلمات كان شيء يعني هيك مثل شوك بالنسبة لإلي، صدمة. كان بين بدي صدق إنه هذا الشيء لإلي أنا أو لحدا تاني، بس كان في شيء جواتي عم بأكد لي إنه هذا الشيء لإلي أنا مش لحدا تاني، عرفت؟ يعني أنا صرت أقول إنه في كذا ألف حدا عم بيحضر، ممكن كذا ألف مرة حطت إيد على معدتها، بس بنفس الوقت كان خلص في شيء أنا جواتي عم بقول إنه لا، هيدي أنت. وبهيدي اللحظة أنا دغري عرفت الرب وأعلنت دغري هيدا الشيء، يعني صرت نطنت بالبيت وقال لهم إنه أنا شفاني يسوع، أنا عرفت يعني يسوع، عرفت الرب وهيك. وكان أكيد يعني اختبار رائع، وكان في كتير لمسات من الرب على حياتي، وكتير يعني الرب بهيك خلال يومين ثلاثة الرب كان عم بيتعامل معي بطريقة كتير قوية يعني، وكتير حلوة، وحضنني بحنانه وبمحبته لإلي، وعرفت انه قديش الرب هو قريب لإلنا، بس نحن اللي منكون بعاد عنه، نحن اللي ما منكون حاسين بوجوده حدنا يعني. خبريني هلأ، نشكر الله انت مؤمنة وبتحضري بكنيسة وشفناك بالكنيسة اللي منوعظنا عند الأسيس جوزيف زعرب كمان. كان شرف كبير نتعرف عليكم انتم بالعائله. بس خبريني، كنت مرقتي بمرحله بكي وهالشك، تقولي يا عمي مش معقول شو عم بيصير معي، خبريني شوي عن هذا الموضوع.
وكنت حضرت برنامج تاني كمان، خبريني شو صار معك. صح مزبوط، مثل ما قلت لك قبل انه انا كتير يعني بهيدي اللحظة اللي انا الرب لمسني فيها من خلال الصلاة تبعك انت، ومن وقتها يعني صار الرب هيك يحضنني بلمسات كل الوقت وانا عم ببكي وماني عارفة حالي ليش عم ببكي. يعني عم لحظة اوكي هلا زبط الصوت كمله. فكانوا يعني حتى الاشخاص اللي حواليا وقت عم بقول لهم انه انا عرفت يسوع، نفس الشيء كنت عم بحس انه في استغراب بالموضوع، يعني حسيت في شيء انا عرفته غيري منه عارفه، يعني كانه انا عم بحكي عن شيء هو مش معروف بالنسبه لالهم. فهذا الشيء كمان هيك يرجع يزيد الامور جواد انه انا شو اللي عم بيصير معي. ورجعت كمان ثاني نهار او بعدها يمكن بشي يومين، كنت كمان صرت انا عم تابع قناه الحياه، بعثت لك مسج بوقتها انه هيك اعطيت شويه شرح شو كان عم بيصير معي، وبوقتها انت رجعت كمان اعطيتني رقم اسيس وليد خوري واتصلت فيه هون. بس قبلها كمان انه حضرت البروجرام تبع اسيس ايليا ملكي، وكمان الرب تعامل معي بشيء كمان من خلاله وعطاني شفاء تاني. خبريني شو صار معك من خلاله، معلش خبريني. كمان كنت عم بحضر وقاعده هيك انا وجوزي كنا عم نحضر البروجرام، لانه انا خلص يعني بوقتها ما عاد صرت شلت يعني قناة الحياة من عندي، وكمان هيك كنا عم نحضر وانا هيك بعدنا عم بحكي وعم بخبر انه شو عم بيصير معي، وعم بحكي لجوزي انه قد ايه الرب حنون، قد ايه هيك الرب حدنا وكيف نحن ما بنكون شاعرين بوجود وهيدا. بعدين وعم ببكي انا ودموعي على خدي، بعدين قسيس ايليا ملكي بيقول انت يا ست اللي دموعك على خدك وامنه انه الرب شفاكي، وانا كمان كان عندي وجع بكتفي وبرقبتي وقال عن هيدا الوجع وقال انه امنه انه الرب شفالك هيدا الوجع بمنطقه رقبتك وهيدا وكتفيك. وانا بهيدي اللحظات كمان شعرت بلمسه من الرب مش معقول يعني. أمين. وكان مثل هيك الرب كل الوقت عم باكد لي انه هيدا انا أمين. انا يعني امين امين امين. طيب بدي اسالك سؤال، مين بتقول اللي شفاكي؟ لما بدنا ناخذ بقى وقت كثير، مين بتقول اللي شفاكي؟ يسوع. امين. او هلا انت يسوع. وانت هلا انت متاكده انه لك حياه ابديه؟ اكيد. شو اللي باكد لك؟ شو اللي باكد لك تنقول للمشاهدين؟ في عندك شو اللي باكد انه شيء الاختبار اللي صار معي، لانه هيدا الاختبار يعني هو بحد ذاته تاكيد لك انه يعني مجرد انت الرب يولدنا من جديد يعني خلص بصير في عندك تاكيد وبتعرف انه هيدا هو الرب، يعني خلص مجرد انت تعلن انه هيدا هو الرب، هيدا هو يسوع. أمين. فهيدا هو هيدا هو التاكيد، وهو وعدنا انه اذا امنا فيه نحن قلنا الحياه الابديه. امين امين امين. انا بشكر الرب، انا بشكر الرب انه عرفته، بشكر الرب انه اعطاني الفرصه اني اشهد عنه، انه هيك تكون شهادتي عن جد يعني الناس تنلمس من خلالها. أمين. وعن جد انه بقول لهم انه في عنا اله حي واله صالح يعني. أمين. واله بحبنا كثير. امين. وانا بشكرك كمان قسيس، وانا انبسطت كثير وبفتخر اني انا تعرفت عليك، لانه الرب استخدمك لك بحياتي. ونحن كنا بنفتخر بالرب، لانه الكتاب بيقول من اراد ان يفتخر فليفتخر في الرب. أمين. فانا تعرفت عليك على اساس انت بنتنا بالايمان، قلتي هي عم بيقول لك يا قسيس جوزيف زعرب انه عندك بنت بالايمان بدها تتعرف عليك، فسررنا كثير انه تعرفنا عليك. اوكي انا كمان شكرا على الاتصال. الرب يباركك. وانت كمان. الرب معك. سلامات للعائله. الرب معك. قسيس شو تعليقك على هالاختبار اللي سمعته هلا؟ يعني شيء مفرح الرب كيف بيتعامل مع الاشخاص. وهيك لفت لي نظري انه مع برنامجك وبعدين مع برنامج الاساس ايليا ملكي الرب عم بيلحقها مهتم فيها. وهون برجع للشيء اللي كنا عم نحكيه من شوي، انه الله مهتم بالتفاصيل الصغيره بحياتنا. لو بس يعني منشيل من بالنا فكره انه الله مش مهتم، بنشوف قديش الله مهتم وبناخذ اهتمام الله. امين. اوقات بنمنع تعاملات الله معنا العقل، لانه ما عندنا ايمان، لانه انه معقوله الله انا من بين سبعه قديش انا 7 مليار تقريبا عم يصير من بين 7 مليار شخص، معقوله انا اللي يهتم فيه الله؟
امين ليش لا؟ انت كثير مهم بعينين الله، ولما أمين. يدفع دم ثمنك دم يسوع ابنه امين، صار هالقد انت غالي يعني أمين. انت بغلاوه ابنه يسوع أمين. فهذا شيء رائع امين. معنا اتصال. الو الو ايوه تفضل. سلام المسيح معكم كمان، تفضل انت على الهواء. كيفك؟ الحمد لله. قل لي شو عندك؟ اريد ان اتكلم مع ابونا. انت على الهواء، انا اسيس لي معك. قل لي كيفك يا ابونا؟ لباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ابونا اريد ان تصلي. ايه مشان اي موضوع؟ ايه شو الموضوع؟ الموضوع الابليس بيعمل لي التقاطع في حياتي. وانا اريد ان اتبع الرب بقلبي وعقلي وجسدي. امين امين امين. واحمل الصليب واتبعه. امين امين. ويعطيني الحكمه في الارض. امين. طيب خيم زيان، حط ايدك على راسك، حنطلب من أسيس جابي يصلي لك تحرير وقوه باسم يسوع. امين. صلي له خيم زيان. يا رب انا هلا بدي اتحد مع خيي إلي باسم الرب يسوع المسيح. انا هلا بدي اعلن سلطان الله على خيم زيان. امين. باسم الرب يسوع المسيح انا بدي اعلن سماء مفتوحه الان. امين. باسم الرب يسوع المسيح انا بدي اعلن لمسه منك يا سيد. أمين. باسم يسوع يا رب انا بدي انتهر كل ارواح شريره بتحاول تزعج خيي او بتحاول تاذي خيي باسم يسوع. انا اعلن دمك عليه يا رب. انا هو محمي بدمك يا سيدي الأبد. آمين 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 يا رب. آمين. كيف حاسس حالك خي مزيان من بعد خسرنا الاتصال؟ مرة أسيس أنت خبرتني شيء بتونس، تلقيت بناس أو شيء بتتذكر كانوا يحضرونا على التلفزيون وعطيناها كلام علم للأمية. بالضبط بالضبط. خبرنا إياها بالضبط. كنت بزيارة لتونس وبالوقت كان عندي برنامج أنا على التلفزيون، فهي حبت قبلنا لأنه هي بتعرفني من خلال كمان البرنامج كنا نطلع فيه على التلفزيون. كان برنامج جميل على فكرة. شكرا. عزمنا على العشاء هالخبرية. خلص. فرحت لعند الأم وقالت لي بتذكر لما قابلتني صرت بوسني وكأنه بتعرفني من سنين وهيك فيها قبولات فيها امتنان وشكرا لك. فأنا طبعا مستغرب شوي إنه أنا وين بعرفك شي من محل. قالت لي أنا بعرفك من التلفزيون طبعا وهيك. فقلت لها خبريني كيف عرفت الرب. قالت لي أنا أول شي بنتي عرفت الرب وكانت عم تحضر برامج مسيحية على المحطات المسيحية 7 والقنوات الأخرى. وبعدين قلت لي خبرت خيا، فخيا عرف الرب كمان. وأنا غضبت كتير كيف بنتي وابني عارف بهالطريقة وعم يصلوا ومنعتهم. قلت لهم ممنوع بقى تحضروا هالمحطات اللي عم تحضروها، ضالة وممنوع بقى تحطوا هالمحطات هيدي وكانوا حرام. فأولادها طبعا هي جوزة تركها، قال لي أنت لأنا جوزة تركني من زمان وغادر وفل وتركني وما عندي غير هالولاد. حسيت حالي عم بخسر ولادي كمان. وبعدين يوم من الأيام كانوا راحوا على المدرسة، واحدة على الجامعة واحدة على المدرسة. فقمت أنا قاعدة لقطت الريموت وشغلت التلفزيون، فأول محطة تطلع لي محطة مسيحية وكنت أنت عليها. وقلت لها فهي أول ما شفت المحطة انزعجت كيف ولادها بعضهم بيحضروا، يعني اكتشفت أنه كان عم يحضروا وطفوا التلفزيون على هالمحطة. فاجت عم بتغير، فقلت لها انت اللي لقطت الريموت بايدك وعم بتغيري، ما تغيري المحطه هلا. امين هاليلويا. لانه الرب بده يشفيكي. وهي بهذيك الوقت ذكرت هي عندها الام كان بخسرتها كثير قويه، فحط ايدك هلا على خسرتك لانه خسرتك عم توجعك وانا بدي اصلي لك تحت الرب يشفيكي. فقلت هاللو. ما بعرف ليش حطيت ايدي على خسرتي، ولما بلشت نصلي حسيت بحراره غير عاديه وحسيت أمين. بقوه غير عاديه وانشفيت بلحظتها. فركعت على الارض صرت ابكي 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 من طفل صغير. ولما اجوا بنتي وابني صرخت لهم قلت لهم انا صرت مثلكم. امين أنا امين. بحب يسوع وماشي ورا الرب. هاليلويا. الهنا اله عظيم. امين. هو ضابط الكل. شو اللي كيف التوقيت انه عم تطفي؟ نحن قلنا له بالزبط. كيف الرب ساهر على كلمته اللي يجريها، لا حكمه انسانيه ولا شيء، ولكن هيدا هو اللي بيقول لك وبيقول لك بهذا الوقت انه انا بحبك بالزبط. وبحبك كمان. خبرنا شوي عن خدمتك أسيس، شو عم تعمل؟ خدمات كنيستك الى اخره. انا اليوم عم نرعى كنيسه، نحن بلشنا كنيسه من جديد مش من زمان بلبنان. وحابك بس حييهم وواعزين عم يسمعونا، لان احنا اجتماع صلاه مفروض هلا بالكنيسه. وحب
بقول لهم صلوا صلوا ما تحضروا القسيس صلوا يعني. انا دائما بقول لهم انه هن احلى كنيسه وبعدني بقول لهم احلى كنيسه. أمين. طبعا كل كنيسه حلوه بس هاي الكنيسه بحبها كثير لانه طبيعي بنتك بحس هيك. فمشكرا من اجل الكنيسه. احنا عندنا خدمه بلبنان كنيسه بعدها صغيره ما انها كثير كبيره بس فيها ابطال ايمان. أمين. فيها ناس الرب عم بياسسها على الصخر. أمين. وانا شايف لقدام انه الله رح يستخدمها بقوه اكثر. بنفس الوقت كمان عم انا يعني برعى كنيسة من بعيد بس برعى شخص اللي برعى الكنيسة اللي هي بالإمارات بمنطقة العين. كمان عندنا كنيسة هونيك إخوة لنا. فأمين الرب عم يعني لك خيالي بدي لك شغلي. وهذا الشيء بالوجه للكل اليوم. كتير أنا حاسس يمكن صلي 25 سنة مع الرب أو أكثر شوي. إذا في زمن بالدنيا بأن وقت لهلا عم حس إنه هذا وقت للحصاد وقت الناس عايز يسوع. هو هذا الوقت. مش هيك أنا حاب شجع الكل اليوم الناس عم يسمعونا إنه شاركوا عن الرب. الناس عايزة تسمع عن الرب يسوع المسيح. قد ايه بتحس أساس نحن قريبين من نهاية العالم؟ ما حنا بيعرف. بس يسوع قال في علامات والعلامات مبينة. تمت. أنا بقول بكون بعدني شاب لمن بيجي على فكرة. أمين. بس معنا اتصال. ألو. معنا ناس. أهلا أخ نشأت. إزيك أبونا عامل إيه؟ الحمد لله تفضلوا. أقول لك يا أبونا أنا في مشكلة معي عايزك تصلي لي. إيه؟ إن أنا دخلت وفي ناس كانت جاية لي إن أنا بقول لهم عايزين مني. سوري في تشويش على الخط. ألو. أوكي. في تشويش من الخط. يا ريت كمان يا ريت بتعود الاتصال مشان ناخذ الاتصال معك. اللي فيكم تتصلوا فينا على ayat@7.com او تفوتوا على elikaram.com كمان بنصلي لكم. بدنا نصلي كمان لرنا وداني بامريكا ب اريزونا. بنصلي لهم بنتنبأ انه حبل سريع عليهم كمان. ما تخافي يا رانيا هذا يا رنا هذا البيبي اللي راح طلع على السماء والرب حيعود عليك فما تخافي. امين. خبرنا عن حياة الإيمان. نحن بأيام بقول لك الأوضاع الاقتصادية صعبة إلى آخره. واحد بقول لك طيب أنا بدي أخدم الرب وبدي أعيش بالإيمان. كيف شو عندك نصيحة تقول له؟ أنا بقول إنه من دون إيمان لا يمكن إرضاء الله. أمين. هذا شيء كتير أساسي. أمين. اليوم حتى لو أنت عم تشتغل موظف ومعاشك $20,000 بالشهر. إذا ما عندك إيمان إنه هذا الوظيفة من الله. أمين. بكرة شركتك ممكن تفلس. أمين. وتصير قاعد بالطريق وفلوسك تخلص بعد كم يوم. الله هو المصدر. بالضبط. فاليوم الإيمان أنك تؤمن أن الله هو اللي يسدد كل احتياج. أمين. أن الله يعتني بك. أن الله قادر يسدد لك احتياجك. أمين. هذا شيء كتير أساسي. فالموضوع ما له علاقة لا بالوظيفة تبعك. لا بالبلد تبعك. لا بالوضع الاقتصادي تبع البلد اللي انت فيه. لا الوضع السياسي تبع البلد اللي انت فيه. هذا له علاقه بايمانك انه الله يهتم فيك. أمين. حتى لو انت كنت بالصحراء مثل ما كان شعب الله في العهد القديم. كانوا بالصحراء. ارض ما فيها مي. ما فيها زرع. نعم. يعني كل الاجواء الاقتصاديه كانت صفر. الاجواء الامنيه كانت صفر. صحيح. الاجواء حروب. الحروب عليهم ضغوطات ظاهرين على محل جديد. لكن الله وسط الصحراء اعطاهم مي. اعطاهم طعام. عطاهم ملبس. الله اهتم فيهم 40 سنة كل يوم كان يهتم فيهم الله. فهذا إلهنا. وهذا شيء رائع عن الله حقيقة. يعني شيء يمكن نحن ما بنفهمه لأنه عقلنا كتير بشري وله علاقة بالأخذ والعطاء. له علاقة بأنك اشتغل تتاخد. له علاقة أنه إذا أنت بتستاهل بتاخد ما بتستاهل ما بتاخد. هيدا كله ما أنه موجود بالكتاب المقدس. إلهنا إله بحب. إلهنا إله قال أنا بعتني فيكم. إلهنا إله قال أنا لا أنعس لا أنام. لا أدع رجلك تزل. الأشبال احتاجت وجاعت أما طالبوا الرب فلعوزهم شأن الخير. أمين. تلزذ بالرب فيعطيك أسهل قلبك. يعني كل هاي آيات لازم تشجعنا الرب راعية بالإيمان. الرب راعية لا أحتاج ولا يعوزني شيء. أمين. معنا اتصال. ألو. ألو. أنتوا على الهواء تفضلوا. ألو. سوري في مشكلة اليوم بالخطوط مشربك شوي ففي مشاكل. ولكن خليني أقرأ هون. الأبواب العمل مغلقة في وجهي أسيس فأرجوك صلي لأجلي حتى تنفرج أموري في العمل وأحصل على وظيفة. أرجوك أسيس أنا تعبة جدا لا أنام الليل. ابنة الرب. لا إذا بنت الرب ارتاحي ونام الليل بقول لك لأنه في أيام بيتطلب منك أنك تروح تنامي لأنه الرب سهران والرب يسد احتياجات أولاده هن من أيام كمان. أمين. أسيس خليني أسألك. في كتير ناس مثلا هلأ عم بيحضرونا
ومؤمنين جديد، وبقول لك بس انا ما بعرف اذا اي شاب بدي اتجوز، جايين اثنين ثلاثه، كيف بعرف اي من الرب الي؟ او هو بيقول لك انا ما بعرف مين اتجوز، انه في كثير بنات منيحه ومؤمنه وبتحب الرب. خليني اسالك، انت كيف عرفت انه مرتك هي من الرب لك، وشو فيك تنصحهم؟ انا كيف عرفت انه مرتي من الرب؟ لا لي هذه خبريه كثير طويله، بس اللي بقدر انصحه للناس هو دائما تعلم كيف ترتاح بالرب. امين. تعلم ترتاح، يعني تعلم، يعني كون واثق انه الله، مش عم نرجع للموضوع الاساسي، الله ضابط الكل. امين. مش ما فقد السيطره. النهار اللي رح، يعني انا ما بعرف ليش الرب بده بالنهار بده يحكيك عن موضوع خاصه مهم هالقد مثل موضوع الزواج. ليه بدك هالقد تكون انت ملخبط او هالقد تكون انت مشوش؟ الله ما انه اله تشويش، والخراف تسمع صوتي. فلما الرب بده يوصل لك رساله رح تكون رساله كثير واضحه. هلا طبعا في اوقات معوقات نفسيه انت بتبقى خيفان تعمل الارتباط، لانه يمكن عندك اختبارات قديمه، مشان هيك انت اليوم لازم تكون مرتاح. صلي انك تكون مرتاح، والله ما رح يدخلك بعلاقه اذا كنت انت مرتاح نفسيا. صلي تكون مرتاح، تعلم كيف ترتاح بالرب. انا بدي لك شغله اساسيه، انا قبل ما اتجوز انا كنت فرحان بعزوبيتي حقيقه. ما كان ضروري عندي، ضروري ما كان عندي ابدا هالعقد انه انا لازم اتزوج. كان عمري 30 سنه، يعني طبعا ببلدنا نحن بالشرق الاوسط 30 سنه يعتبر انه صرت كبير، لازم تكون تجوزت من قبل. انا بيي تجوز كان عمره 20 سنه. فدائما في هذا الفكر انه ليك قد صار عمرك، ابدا ما كان عندها العقد، بالعكس كنت مستمتع بالزواج، كنت بالعفوا بالعزوبيه. لحد ما هنيك يوم انا عم صلي شعرت صوت جواتي قال لي جابي هاي النعمه اللي انا حاطط عليك. لانه حقيقه كان عندي نعمه، كنت مستمتع، ما كنت عم صارع ابدا، كنت رح شيلها لانه اجى وقت اتزوج. قول امين يا رب. ما كان في قدامي حدا، انا شوي متطلباتي كانت عاليه، ما كان في قدامي حدا بتقابل. كلنا عملنا هيك بعدين، المهم تمشي، المهم اذا بتمشي. لا صدق انا تمسكت بمتطلباتي. لا انا انت انا تجوزت اكبر منك. لا ما انه جواز، انا وياك جوزنا ناس احسن منا. نوافق على هالشيء، نشكر الله. لا امين امين، نشكر الله. بدي اقوله هو انه الوقت اللي تقابلت مع زوجتي، كانت مش زوجتي طبعا، عرفت مباشرة انه هي لقلي من الرب. كيف؟ كان عندي سلام بالاول داخلي، اول شيء فيها الصفات اللي انا كنت برغبة. طبعا الله ما بيتعدى، يعني لما كنت عندك رغبات طاهرة وحلوة، انه انا كان بدي زوجتي تكون محبة، تحب اولادنا، تعرف تربيهم، تكون مهذبة، تحب الرب، يكون عندها روح، تحب تتعلم من الرب وتكبر مع يسوع. طبعا هيدي المواصفات كانت كلها فيها الأساسية بالنسبة لي، كانت مواصفات أساسية بالمرة اللي أنا بدي أتزوجها. طبعا ساعدتني أنه أنا انفتح أكتر على العلاقة وتعرف عليها أكتر وقرب منها أكتر، وكنت كل ما أقرب منها أكتر كل ما أحس أنه هذا الشخص اللي قال لي من الرب في سلام. بالضبط. ولما كنت عم صلي كان الرب اللي، يعني كان عندي سلام جواتي، الشعور بالسلام انه هذا الشخص المناسب. وطبعا احنا زواجنا كان معجزه من الرب. انا كنت ولا ازال خادم بعيش بالايمان. ما كان عندي بيت، ما كان عندي مدخول، ما كان عندي شيء ابدا. وانا نفس الشيء لما تزوجت، انا زواجي لحد اليوم ناس تحكي عن الفرح، يعني الناس بتقول انه كان من اجمل الاعراس. طبعا كان حلو كتير لانه كان حضور الله في أمين. العادة. امين. يعني رب برهن. امين. هذا الشيء من عدة طرق طبعا. امين. معنا ماجد، اهلا يا اخ ماجد. اهلا يا ابونا، ازاي حضرتك؟ انا كنت حضرتك الاسبوع اللي فات. ايوه. ايه اخ ماجد، اهلا بيك يا ابونا. رجع لي الألام تاني يا ابونا في ظهري، ومش بنام حتى بالترامادول والمسكنات، ومش بنام خالص بالليل يا ابونا. صلي كتير من أجلي، عندي أرثروز بريزافانسي. اوكي. ف يا طمعيان دي سجيرير فلامين دي جو كي بي مي جيرير. سي نوتر لا جيريزون فيان دو نوتر سينيور، الشفاء يأتي من الرب سيدنا. المهم إذا بدك حط إيدك على رأسك، خلينا نصلي لك. أسيس صلي له كلمة أمو المعروف لماجد، الرب يلمسه ويشفيه من كل أمراضه. يا رب أنا بدي أشكرك يا سيد لأنه أنت إله الشفاء. أمين. يا رب أنا بدي أشكرك يا سيد لأنه أنت لا يحصل عليك أمر. أمين. يا رب أنا بدي أشكرك لأنه أنت يا رب تستطيع أن تشفي الآن. أمين. أنا بدي صلي باسم الرب يسوع المسيح، وأمر كل فقرة من فقرات ظهره لماجد ترجع بمكانها الآن باسم يسوع المسيح. كل عصب في التهاب الآن يشفى، وكل ألام تختفي الآن باسم يسوع المسيح. يا رب أنت أعطيتنا السلطان، يا رب هذا السلطان نتكلم الآن يا سيد لكل أعضاء جسمه، ونأمر يا رب أن يكون في شفاء الآن. أمين. باسم المسيح، باسم المسيح. آمين آمين. شكر، شفاء عليك وعلى كل مشاهدينا، وبركة المسيح علينا جميعا، الروحية الجسدية المادية، باسم المسيح. آمين.
آمين. شكرا على الاتصال. اجينا هون من كندا هذا الايميل بيقول سلام الرب، سلام الرب لكم، شكرا لضابط الكل والخالق الذي بيده كل شيء، وشكرا لكم والرب يبارككم. امين. القس الي اطلب منك صلاه باسم الرب يسوع للي عنده خطه في حياتنا ولعائلتي، انه الرب يزيل الغشاوه من عيني وغلاظه قلبي في الايمان، وان كل سبب عدم او ان كان سبب عدم فهمي هو خطاياي ليرحمني الله ويفك قيودي من الخطيئه، او اذا كان الرب للرب وقت بحكمته ومشيئته ليسكب الرب روحه القدوس على هيكلنا ونسمع صوت الروح القدس ونطيعه ونكون بالآية أنا وبيتي نعبد الرب باسم الرب يسوع أطلب. أمين وشكرا. شو تعليقك؟ يعني أنا بقول أنه إن كنت تؤمن أن الرب يسوع مخلصك وتؤمن أن الرب يسوع بيخلصك على خطاياك فيك الآن تطلب مغفرة من الرب. والرب بيقول انه باللحظه نفسها اللي انت بتطلب فيها غفران كان من قلبك الرب يعطيك غفران. الرب غفر لك من 2000 سنه طبعا على الصليب، بموته على الصليب اعطاك الغفران. فبديك تعيش الغفران، بديك ترتاح من هذا الشعور بالذنب باسم يسوع المسيح. تعرف خيالي اكثر شيء بيمنع الشفاءات وانك تتمتع بالرب وشعورنا بالذنب. صحيح. هذا الشعور انك انت والشيطان بيشتغل هذا الموضوع دائما، بيخليك انك انت مقصر تجاه الله، انه انت في آية كتير بحبها بالمزامير بتقول أن الله يعرف أن احنا من تراب، يعرف ضعفنا، يعرف أن احنا من تراب، الله يذكر أننا تراب نحن. بالضبط. فالله بيعرف نحن ضعاف، بيعرف نحن عنا بيعرف جبلتنا، بيعرف جبلتنا بالضبط. فما تعطى الهم أنه الله مش عارف، ما رح ينصدم فيك الله إذا أنت ضعيف. المهم أنك أنت تعرف أنه الله بيحبك، لانه ما في شيء بيشفيك من خطيتك غير محبه الله. امين. لما تعرف قديش الله بيحبك، انه الله دفع فيك الثمين الغالي، دفع فيك اغلى ما عنده حتى تكون انت مخلص، يكون لك حياه ابديه، هذا لحاله بخليك تكره الخطيه. واهم شيء انه انت الشعور بالذنب هذا اللي، لانه الشعور بالذنب ولا مره بيقربك من الله. بالعكس، الشعور بالذنب بيخليك حس انك انت وسخ، انك انت ما بتستحق. وهيدا الشيء بيخليك تروح اكثر، انك تخطي اكثر، انك انت تعمل امور ما بتحب تعملها اكثر. ليش؟ نوثق بنعمته اكثر. بدك ترتاح بالضبط، انك توثق بنعمه الله وتامن وتصدق انه الله من 2000 سنه غفر لك. امين. وتقبل الغفران وتعيش انك كقديس. انا أمين. انا اليوم على الارض انا قديس. امين. واللي قدسني مش قوتي ولا افكاري، دم المسيح، هو دم يسوع على الصليب. يسوع أمين. اعطاني ان اكون قديس على الارض. أمين. عشان هيك بولس كان يكتب للكنائس كانه الى قديسي كولوسي، الى قديسي. نحن بنقول لهم للعالم ما في مسيحي حقيقي منه قديس. ما فيك تكون مسيحي ومنك قديس. في ناس بنقوا هيدا قديس وهيدا، بس بالكتاب المقدس بيقول كل مؤمن مسيحي قديس. شو معنى قديس؟ يعني مفروز، يعني منه شيء كلمة كبيرة. قديس يعني شخص مفروز لخدمة الرب، ليعيش للرب. ونحن كلنا اسمنا مسيحيين، يعني مفروزين حتى نعيش للمسيح ونتبع المسيح. في عنا تاميج قدوشيان بيطلب صلاة كمان من بلجيكا، شاب أرمني بيطلب صلاة مشان يلاقي الجامعة المناسبة. منتفق معك يا تاميج باسم يسوع. أنت عندك خيك مجوز أرمنية كمان، صح؟ وأنا أختي مجوزة أرمنية كمان. عندك كمان اخواتك اثنين خدام. عندك الاسيس شادي العواد، وبنقول له مبروك كمان، كمان بنت، كمان بنت، وخيك عنده بنت كمان، صح؟ يا كتروا البنات، كتروا البنات. معنا اتصال. الو. الو. ايوه تفضلوا. مرحبا ابونا. اهلا وسهلا. مين معي؟ معك من العراق، من الرق. اي اهلا وسهلا. أهلا بيك أبونا. أريد أصلي لمرت أخويا، صار لك كم سنة ما عدا أطفال، يعني إن شاء الله. أوكي. شو اسمها؟ اسمها نهى. نهى. طيب بنصلي لها. وغير هيك أهلا وسهلا. بنصلي لكل مشاهدينا بالعراق ولكل المؤمنين بالعراق، خاصة اللي تهجروا من بيوتهم. من أركن الرب صالح بالرغم من كل هالظروف اللي عم تجتازوا فيها، وهو يعود المسلوب باسم يسوع ويعود السنين لأكلها الجراد. ومنصلي لنهى ولكل مين بده أولاد، ننتهر كل لعنة عقم ونتنبأ حبل باسم يسوع سريع على الجميع باسم يسوع. من خطوة إيمان وهيئوا الأسامي باسم يسوع، وهيئوا كمان شري قطعة تياب لصبي أو بنت كعمل إيمان. قولوا يا رب بشكرك أنا صدقت وعدك، وانت بدك اياني اعيش ببيت ملقان بالاولاد، انت مسكن العاقل في بيت ام فرحانه. صدق انه الرب استجاب، امسحوا دموعكم
بريك علينا سريع وبنرجع منتابع، ما تغيروا المحطة من فضلكم. أهلا وسهلا فيكم إلى هذا القسم الثالث من برنامج آيات وعجائب اللي عم نحكي فيه عن أنه الله ضابط الكل، ومسرورين جدا معنا الأسيس جابي العواد. أهلا وسهلا أسيس، إجينا هون استجابة صلاة لازم نذكرها ونشكر الله على هالشي. قال شكرا أسيس، اتصلت بك من فترة وقلت لك صلي لي لأهل جوزي عايزينه يطلقني، انه اهل جوزة بده اياه يطلق مرضه. يا اخي شو بدكم فيها؟ ما دام هو عايش معه ليش بدك يا عمي؟ الزلمه تجوز، قال يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويصير اثنان جسدا واحدا ليس بعد اثنين، لان ما جمعه الله ليفرقوا انسان. فما تخلي انت اهلك يضلوا يجوا ضد مرتك، وقف مع مرتك ما تيجي ضدها. قال عايزينه يطلقها، قلت لي ما تخافيش روحي لعند راعي الكنيسه. وحصل، رحت وتصالحنا بعد خصام 7 سنين. ربنا يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه، امين. بس نصلي انه الرب يستجيب اسرع ونتوقع استجابه اسرع. مبروك المهم، ونصلي لكل العيال عم تعاني مشاكل. سلام، معنا اتصال. الو الو، ايوه تفضلوا، انتوا على الهواء. انا رحاب من المانيا. اهلا وسهلا. ابونا سلام المسيح قبل كل شيء. اهلا وسهلا. أنا عندي مرض روماتيزم، وسبق وأن خابرتك يعني شيء قبل شهرين، وصليت فيه ولا زالت الهجمة يعني مستمرة علي، ومريضة أنا كثير يعني أبونا. ممكن أنا تصلي لي؟ أوكي. وأريد يعني تصلي لأولادي بركة والبنتي كذلك. أنت من العراق أساساً؟ لا أنا من ألمانيا. عرفت، بس أساسا من أي بلد؟ بعرف من ألمانيا. نعم نعم، من العراق أنا. صحيح، لكن أوكي. نعم نعم طيب. من العراق. حط إيدك على راسك، بطلب من كل مشاهدينا يحط إيدهم على راسهم، لو عم يوجعك راسك أو ظهرك حط إيدك على راسك. أسيس صلي لنا كلمة إلى وللجميع، لكل مشاهدينا. أمين. أخت رحاب، ما بعرف أنت عم تحكي، شعرت هيك أنه يمكن في شيء بالعائلة عندكم كان من قبل أو عن قريب، شيء له علاقة بالسحر أو شيء له علاقة بالتنجيم. إذا في هيك شيء بحياتكم، أنا بديك التوبة عند من الرب. هذا الشيء لا يرضي الله. أمين. هذا الشيء الله ما بيقبله أبدا. توبة دم الرب، اللي رب سمحني لأنه عندي هذا المواضيع بحياتي كانت. يا رب أنا باسم يسوع المسيح الآن أنا أصلي وأعلن يا رب وأتفق مع أختي على توبتها قدامك، ورب أعلن باسم يسوع المسيح شفاء لها من كروماتيزم. بدي لك شغل أختي، النهار اللي حتكبي فيها والكتب اللي عن التبصير اللي عندك والهاي الممارسات، بنفس اللحظة الرب رح يشفيك من الروماتيزم تبعك. أمين. أنا بأكد لك هذا الشيء باسم يسوع. وبركة لأولادي أبونا. أمين. نتفق بركة على كل عائلتك باسم يسوع، وعلى عيالنا جميعا، وعلى مشاهدينا جميعا. شيء لمسة المسيح وشفاءه. أبونا يعني أنا إذا أقدر أدس عشور إلى القناة مالتكم، إذا بدك تدعمي المحطة من تقديماتك فيك تتصلي فيهم، بيطلع العنوان. ما اتصلت أبونا الأسبوع المضى وما أنطواني شلون أنا يعني. طيب رجعت هلا بنطلب منهم ياخذوا اتصالك بالكنترول روم، وحنقلهم يتصلوا فيك وتظبط ويتفقوا معك. شكرا على نيتك انك تدعم المحطه، ربي يباركك. صلينا دائما. امين. انت بصلاه، نحن دائما بنصلي لكل شركائنا بالخدمه. شكرا، رب معك. هون كمان سعد بيقول لي كمان حابب يدعم المحطه. يا سعد يا ريت تبعث لنا رقم تليفونك كمان، او بيطلع كمان على المحطه هلا، تابع شوي او فوت على 7.com وبحط بيقولوا لك كيف فيك تدعم، وبيطلع كمان على التلفزيون رقم الحساب إلى آخره. وربي يباركك، ربي يباركك. أمين. هون بتقلي بنت يا أسيس، بتقلي ليديا مدمنة برنامج آيات وعجائب، كوني مدمنة على يسوع مش على برنامج، غلط الإدمان. مع أنه نشكر نيتك الصالحة بذات الوقت. بتقلي هاي أسيس ربي يباركك، اليوم رجعت مرة أخرى أتابع البرنامج بعد ظروف صعبة مرت بعائلتنا، واليوم أطلب صلاة لأجل الارتباط من شخص متقدم لي، ولا أعرف إن كان إرادة الرب أو لا، والموضوع مليء بالمشاكل. إلا يا أسيس شو بتجاوبها؟
هيك نستفيد من وجودك معنا. يعني انا بامن انه الله ما بيعمل في مواضيع فيها مشاكل. امين. بامن انه الله لما بيعمل خطه، خطه الله تبقى سلام سلام، خطه الله تبقى راحه. يعني اذا انت مامن بالله وانت عندك ايمان انه الله مهتم فيك، اذا هذا الشخص لك الرب رح يعطيك، حتى لو رفضت انت، حتى لو قلت لا ما بدي اياه، الرب رح يعمل طريقه يفرجيك انه هو لك. واذا انت منك اكيده فافضل انه ما تتورط اكثر بالعلاقه، اكيد، وما تعطي وعود انت مش قدها، وتبتعدي لحد ما الامور تتوضح. امين امين. معنا اتصال. الو، معنا اتصال. تفضلوا انتوا على الهواء. تفضلوا انتوا على الهواء. ايه راني، اسمعني من التليفون من فضلك، قل لي شو عندك. حبيبي فكيت، عندي حساسيه بعيني، عندي قليلي قليلي يعني. اوكي. مصل... هاي كل سنه يصير عندي احتقان بالعومي بسبب الحساسيه عندي بعيني. طيب شكرا على اتصالك، هلا بنصلي لك، نعلن شفاء عليه لراني من الحساسيه باسم المسيح، باسم المسيح. اهم شيء لما بدك حدا يتقدم لك تكون انت مؤمن مختبر المسيح مخلص، ما تقبل بشخص مش مؤمن، بده يكون مؤمن. مش قلت لي مسيحي، مش كل مين مسيحي هو مسيحي، غير اللي بيختبر المسيح مخلص بيولد ولاده ثانيه هو المسيحي. ميلاد، اهلا يا ميلاد، انت على الهواء. ايوه تفضل، انت على الهواء. اقول لك عندي نبرات، انا عندي تليف في الكبد. طيب طيب، شكرا على الاتصال، الرب معك. شكرا. في تشويش بالخط يا اخ ميلاد، وفهم وصلت الفكره، تليف بالكبد، نعلن شفاء المسيح عليك بجروحات المسيح. كانت رنا من اريزونا عم بتقول لي احكيني شوي عن السحر والشعوذه وعن هذا الموضوع، وانت ذكرته، قال يا ريت تحكيني عن هذا الموضوع. احكي لهم، كثير بفكروا انه بتصير شيء عادي بالعالم العربي، ارى الابراج وهيك، شو تعليقك على هذا الموضوع؟ لا طبعا هو ما شيء عادي ابدا، اساسا هو شيء خطر جدا. أكيد جدا أكيد جدا، بيفتح باب لابليس. طبعا التعامل مع كل هالامور هيدي بيفتح مجال لارواح شريره تتدخل، بيعطي سلطان. بيقول لك تمادس لا تعطوا ابليس مكان. انت بس تكون عم تعمل هذا الشيء بتكون عم تعطي ابليس مكان. في بعض الناس بتقول لك انا عم بتسلى، اخي تسلى باشياء ثانيه مفيده، ليه بدك تسلى بامور ما بتفيدك؟ هل كشعبي كمان من على من 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 عدم المعرفه بالضبط. واللي بيقولوا اساس انه اللي عم يبصر بده يعرف المستقبل، راب الكتاب المقدس، مستقبلك واضح جدا. أمين. مستقبلك السماء، مستقبلك ورائع. السلام، حضور الله بحياتك. فليه بدك تروح تدور على فنجان هو اللي حدد لك حياتك ومصيرك؟ انا بعرف ناس ما بتطلع برات البيت اذا ما سمعت الابراج، اذا ما عرفت شو برجة اليوم او شو بخبرها اليوم. في ناس عايش هذا الموضوع للاسف. يعني اذا ما انت عم تعطي مجال للشيطان مباشره يدخل بحياتك، انت عم تسمع لشخص جاهل بيجيب الافكار من هون ومن هون ومن هون، انه يقول لك افكار مش مزبوطة وتتحكم بحياتك ويبعدك اكثر عن الله. هاي الامور للاسف يا اسيس، انا بحب اقول لك يعني هذا التمدس واضح بهذا الموضوع، بيجيب لعنات. اكيد. واللعنات تنتقل من للجيل الرابع. مشان هيك في عائلات بتلاقي عندها موت من نفس نوع الامراض، في عائلات بتلاقي عندها ناس بتنكسر ايدك الوقت، في عائلات بتلاقي عندها ناس انا بعرف عائله، ثلاثه بالعائله، ثلاث اخوه ماتوا كانسر. هيدا مش صدفه، هيدي لعنه. يعني كتاب مقدس واضح الموضوع، لكن الخبر الصار انه يسوع كسر هاي اللعنات. فانا اليوم اذا انت شخص بدي اتوجه للمشري، اذا انت شخص بتتعامل مع تبصير تنجيم السحر، حالا توب قدام الرب، حالا موقف، ارمي كل الكتب اللي عندك، ارمي كل الادوات اللي بتستخدمها بهذا الموضوع، توب قدام الرب، سلم حياتك للرب يسوع المسيح واعلن انك انت تحت الدم حالا. امين امين. معنا بتامل يا رنا يكون جوابك هيدا الجواب. معنا اتصال. الو، ايوه تفضلوا انتوا على الهواء. بونسوار، جو سي غودو شانتاميغ. Oui, très enchanté, mais ce sera mieux si vous parlez en arabe. Pouvez-vous parler en arabe? Ah, ok. Oui, bien sûr. Ben, en fait... si vous voulez... Vous préférez de parler en français ou en arabe? Oui, voilà, exactement. Non, en français. طيب, ok, je vais traduire. Tu vas me donner le temps pour traduire. Okay, merci. Oui, merci, voilà. Le français ou l'arabe. Ok, d'accord. Bon, voilà, je vous ai envoyé un mail, enfin plusieurs mails, et... En fait, voilà, j'aimerais que vous priez pour moi. Donc, demain, j'ai un rendez-vous dans une université en Belgique. Et j'aimerais qu'ils m'acceptent, en fait. Donc, j'aimerais qu'ils aient une place pour moi là-bas.
Ah, vous voulez compris afin que vous serez accepté dans cette Oui, université. exactement. Parce que j'ai appelé aujourd'hui, on m'a dit qu'il n'y avait plus de place. Et c'est vraiment ma dernière chance. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous étudiez? شو عم تدرسي تنصلي لك تلعب على J'étais en psychologie. Ah, quelle année? Je suis en première en fait. Ah, vous allez être accepté dans la première année. D'accord, psychologie. طيب طيب اون بري انا يعني خلينا نصلي بالعربي حتى المستمعين المشاهدين يفهموا نتفق معك باسم يسوع انه بتنقبلي باحلى جامعه لمجده والحق اللي بتدرسيه بيكون لتمجيد اسمه كمان بسيكول على النفس او غيره انا استون سي فو بلي دو كيل بيي فو زيت اوريجينالمون دوريجين جو سوي دو سيري سي سيريان على باس سيريان Vous êtes chrétienne Oui, oui, bien sûr, je suis orthodoxe hein, depuis la naissance. Ok, ok. Très enchanté, merci d'avoir contacté. À bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Hein. Merci. Oui, au revoir. Bye bye. Au revoir. فطلبت نصلي لها مشان تنقبل بجامعه، بدها تكون باول سنه جامعه، هي اساسا من سوريا وحابه تدرس علم نفس، فمنصلي الرب يقودها باسم المسيح. امين. شو عندك بعد شيء تقلنا اياه؟ مثلا انت عندك ثلاث اولاد وزواجك ناجح، شو سر نجاح زواجك؟ يسوع المسيح. امين. يعني انت اليوم لما تكون حياتك مبنيه على الرب. امين. لما تكون بمشيئه الله. هذا شيء كثير اساسي انك انت تعرف انك انت في مشيئه الله. عم بتطيع الرب، عم تعمل الرب عم يطلب منك. كثير مقدس بقول هيك، ينجح في كل طرقه. امين. فانا والنجاح بس اساس بس حب النجاح ما له علاقه بالمال. ما له علاقة النجاح له علاقة فقط بالسلام بالطمأنينة بالأمان له علاقة بقديش أنت فرحان قد أنت مبسوط نشكر الرب نحن كل يوم أنا وزوجتي وبناتي نشكر الله على كل لحظة بنعيشها مع بعض أمين نشكر الله على الحلو والمر نشكر الله على كل اللحظات لأنه الله موجود فيها كلها وأنا بعتبره هذا نجاح أنك أنت تشوف الله في كل ظروف حياتك يعني مثل ما كنا عم نشارك بالمستشفى كان الرب معنا اليوم الله أنا مش بالمستشفى الله معنا كل لحظة في اللحظات الرب معنا وأوقات بحس أنه في اللحظات الصعبة أوقات الناس تتذمر منها بس تعرف اساس اللحظات الصعبه هيدي بتذكرك انه في الله امين وبتخليك تروح لعند الرب تطلب من الرب مشان هيك الكتاب بيقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون بتجارب متنوعه بالضبط لان هيدي الظروف يلي بتسمح لك تروح لعند الرب تصرخ له قلت له يا رب والرب يبرهن لك انه هو موجود وانه هو مهتم فيك وانه هو بده يساعدك انه هو بحبك يعني هيدي شو عندك نصيحه لناس مثلا خاصه في كذا مره بيتصلوا فيي يا أسيس أنا عندي بنتين وحامل وطلعت بنت فصلي لي ليصير صبي لا لا مش حصلي لك هو صبي خلص بنت بتجنن روعة شو عندك نصيحة عن تربية الأولاد؟ أسيس أنا هلأ طبعا تربية الأولاد يعني ما بعرف في نعطي نصيحة الموضوع طبعا كون مثل يسوع جرب قد ما فيه تكون مثل الرب نحن منا كاملين دايما بلا زوجتي أنا مني كامل يعني أوقات بغلط ولما بغلط بجرب لهم فكرت حالي وحدي أنا مش كامل لا بس موضوع البنات والصبيان حقيقه هذا موضوع يعني ما بعرف اذا بعد في حدا بهذا العصر بيحكي فيه ليك بامتنا العربيه في كثير عم بيحكوا فيها للاسف حتى للأسف بالهند عم بيصير تمييز بيشوف بنت بيروحها للاسف للاسف مع انه الله لما مات على الصليب مات مشان البنات والصبيان طبعا فنفس الثمن وفي فكر اساس تعرف موجود لانه بيقول لك الرجل راس المراه ولانه البنت رح تتعذب هذا فكر خاطئ جدا جدا الرجل راس المراه مش معناتها هو احسن من المراه هذا دوره في الحياه وظيفه مختلفه بس نفس الثمن والرجال من دون امراه ما بيقدر يعمل شيء صحيح مثل ما الامراه بلا الرجال ما فيها تعمل شيء بيكملوا بعضهم البعض حقيقه يعني اليوم ما بعرف قديش شيء يعني بنقول انه ليش عنا ليش في ناس يعني انه بدنا صبيان او انا حتى قلتها مره لبيي مره عم بيقول البابا انه يعني بابا جرب بعد جيب لكم شيء صبي هيك عم نمزح مع بعض طبعا قلت له بابا شو بدك صبيان؟ يعني انا مثلا كل شهر تشوفني مره انما انا اذا حماتي مش عندي انا عندها بالبيت فالبنات على اللي بضلوا عندنا بالبيت ما بيروحوا لبرا فبالعكس فرح وانبسط انه عندك بنات بالبيت وبالعكس انا بشكر الله على الثلاث بنات اللي عندنا وبعتبرهم كنز من الله وهن ورثه من عند الله امين 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 طيب ما بقى عندنا كثير وقت خلينا نغتنم فرصه ونصلي للعالم اكثر خلينا هلا اذا انت سمعت عن الله ضابط الكل الله ما زال يعمل ايات وعجائب انت تؤمن انه الايات والعجائب ما وقفت 100% السماء لا تزال مفتوحه امين ومشيئه الله ايات وعجائب امين 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 قالوا هذه الايات تتبع المؤمنين كل المؤمنين عبر العصور وعبر الاجيال ما قال هذه تتبع المؤمنين الى ان يكتمل الكتاب المقدس او الى
هذا فعل مضارع. هذه الآيات تتبع المؤمنين عبر العصور. الوعد هو إلنا ولأهلي ولأولادنا ومن بعدنا. أمين؟ أمين. فخلينا نصلي لك هلأ. إذا أنت ما بتعرف المسيح مخلص ارفع إيديك خليني صلي لك. بس عندك الرب عطيك شي كلام علم كمان أسيس أنت حس حالك مرتاح أنك تشاركه. يا رب نصلي باسم يسوع أنه أنت تلين قلوب الجميع الآن باسم يسوع. أنت تلمس القلوب يا رب وتفتح الأذان تكتشف حاجتها إليك. قل له معي إذا أنت ما بتعرف حالك وين رايح بعد الموت قل له يا رب ارحمني. شو ما كنت مين ما كنت تلي أنا بصلي كثير بس ما تغيرت ولا مرة الرب رامسك. صلي هلأ خلي الرب يلمسك. وإذا ما لمسك بعت لي قل لي صليت وما لمسني. قديش صرت قايل هذا الكلام ولا حدا قايل لي ولا مرة أنه أنا صليت معك والرب ما لمسني. مش لأنه أنا عم صلي لا لأنه اسم يسوع عظيم والرب قال أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. قل له معي وقلي له بسرعة يا رب ارحمني وخلصني باسم المسيح. أنا بتوب عن كل خطاياي وبعلن الرب يسوع المسيح ربي وإلهي ومخلصي. بشكرك لأنك عطيتني حياة أبدية باسم المسيح. آمين. آمين. إذا أنت مريض كمان ردد معي أو إذا عندك أي طلبة خلينا نتفق كلنا سوا وأنا حأطلب كمان. خلينا نعلن سما مفتوحة. قل له للرب قل له يا رب شفيني من كل أمراضي باسم يسوع. أذكر أمراضك وقل له استجيب كل طلباتي وقل له شو بدك. في ناس عم تصلي لعمل لبيوت لسيارة جديدة. في شخص خسر سيارته بالأمس بحادث سيارة وعم بقول له يا رب هلأ عطلين هم رب قلك أنا حابعت لك سيارة بديلة ما تخاف خلي عينيك علي وانت مؤمن حيبعت لك سيارة غيرها. يا رب نشكرك لأنه مشكرك لأنك حميته لهذا الشخص كمان فادي من هذا الحادث من أذى. نشكرك يا رب لأنه أنت الآن تفتح أذان باسم المسيح تشفي شبكات العين باسم يسوع. نشكرك لأنه أنت كمان استجبت للي صلوا لشان إلغاء ديون باسم يسوع. نشكرك لأنك حولت إلينا ثروات الأشرار يا رب باسم المسيح. نشكرك أعطيتنا كل سئل قلوبنا. نعلم مجدك علينا يا رب باسم يسوع. آمين. آمين. قول معي آمين. آمين. الوقت خلص. الوقت بيمرق بسرعة. شو بدنا نعمل؟ ولكن أسيس جابي من لك شكرا على وجودك معنا. أسيس جابي العواد. منصلي كمان انه الرب يعطينا فرصه نستضيفك اكثر معنا بالبرنامج. منصلي انه تكونوا تباركتوا. بليز خليكم على اتصال معنا حضرونا بالاعاده. بيجدد موعدنا الاربعاء الجاي الساعه 8:30 بتوقيت بيروت. بيعاد البرنامج الساعه 3:30 وجه الصبح اليوم والساعه 12 بتوقيت بيروت كمان نهار الخميس. اكتبوا على ayat@7.com او elikaram.com وخليكم على اتصال معنا. منصلي لكم وصلوا لإخوات المؤمنين نعلم بركة المسيح علينا ومجده علينا جميعا يرى. وتوقعوا أن الرب يعمل معكم آيات وعجائب وتذكر هو ضابط الكل. أحلى أسبوع علينا جميعا. الرب معكم. باي باي. سلامات.